أصدقائنا العزاء مساء الخير. لأول مرة تقوم أرارات السياحة بزيارة هذا الموقع التاريخي بالليل. زرناها عدة مرات، وكل من زار أرمينيا من سواحنا من أصدقائنا زار معبد دارنا. اليوم قمنا بزيارة مميزة مع مجموعة سياحية، حبينا نقوم شيء مغاير لما يقوم به الشركات السياحية أو الأشخاص اللي يعملون بالسياحة. فوصلنا إلى هذا المكان ليلا، كنا مصممين أن نزوره حتى نشوفكم جمالية معبد دارني في الليل. هذا معبد غارني في الليل. راح نصعد فوق، عندنا تقرير مفصل عن معبد غارني، يمكنكم ان تتابعوه على اليوتيوب من خلال قناتنا قناة غرارات السياحة. فإذا وصلتوا أرمينيا لا تترددون بزيارة هذا الموقع التاريخي في الليل. هذا حال معبد غارني في الليل. طبعا هنا كان موجود تمثال الإله مهر، إله الشمس، إله الشمس مهر. عندنا مؤرخ موسيس خوريناتسي بالقرن الخامس أو الرابع اتكلم عن التمثال، قال بهذا المكان كان موجود تمثال، لكن بعد اعتناق الأرمن المسيحية بسنة 301 شالوا التمثال ورموه بالوادي اتكسر. الكلام هذا قبل 1500 عام. بالفترة الأخيرة أثناء التنقيبات فعلا لقوا التمثال مهشم داخل الوادي موجود موجود. نعم شالوها جابوها خلوها، أنا عندي بالتقرير ذاكرها وبالتبصير على اليوتيوب نازل. طبعا هذا المكان هسه اللي اسمه التمثال شالو، التمثال موجود حاليا بالمتحف. بالمتحف نعم. فهذا متحف معبد غارني. شوفوا متأكد كل اللي زاروا أرمينيا قاموا بزيارة هذا المكان. الشيء المميز بالليل في هذا الموقع اعتمدوا الإنارة الضوئية متغيرة الألوان. شوية راح نتمسعد ومن بعيد نصور لكم إياها. أرجو أن تستمتعوا بهذه المشاهد المباشرة لمعبد غارني. من خلال هذا النقل نؤكد لكم بأننا متميزين عن الباقي، والقرار لكم. طبعا الجو لطيف، شوية بيها برودة نعم، لكن ما يمنعنا. أخذوا الأطفال. في حالة زيارتكم لأرمينيا سواء اتصلتوا بنا أو وصلتوا بدون جروب، يمكنكم أن تتصلوا بنا وتطلبوا منا زيارة هذا الموقع ليلا. نحن ملزمون أن ننقلكم ونأمنكم من كل النواحي، نطلع لكم سيارة مريحة ونطلع لكم مرشد سياحي يرافقكم لهذا المكان الجميل. لا تترددون بالاتصال بأرارات السياحة، رقمنا موجود دائما مع كل تقاريرنا، يمكنكم أن تتصلوا بنا وإحنا مستعدين أن ننقلكم إلى هذا المكان. طبعا للأسف شديد بسبب الظلام ما نقدر ننقلكم ما موجود حوالي المعبد، لكن أعتقد المعبد كافي. اللي يحب يشوف ما موجود حوالين المعبد عندنا تقارير أخرى تقدرون تتابعوا وتستمتعون بالمشاهد الخلابة اللي تحيط بالمعبد.